مرحبا. من أولى الدوريات التي ساهمت في النهضة بحلب جريدة مرآة الأحوال، وكان يملكها هاشم العطار ويشرف على تحريرها عبد الرحمن الكواكبي وسعيد شرف، ولم يكن عمرها أطول من سابقتها جريدة الشهباء، إذ أمر جميل باشا بإغلاقها بعد أن تصدى الكواكبي للكشف عن مساوئ الموظفين وعرض حاجات البلد وتوسيع دائرة المعارف. عام 1908 رخصت 4 دوريات حلبية حملت الأسماء التالية: الشهباء، صدى الشهباء، الشعب، والتقدم، ولكنها لم تعمر طويلا إذ تم إغلاقها. بعد دخول القوات العربية إلى حلب عام 1918 صدرت جريدة العرب، وقد أغلقت بعد عام واحد لأنها نشرت مقالة هاجمت فيها الصهيونية. عام 1919 صدرت جريدة حلب بأمر من الوالي شكري باشا الأيوبي بصفحتين، وكان يتولى تحريرها محمد منير المدور، واستمرت حتى أوائل سني الاحتلال الفرنسي، وإلى جانبها كانت تصدر جريدة التقدم لصاحبها شكري كنيدر، وفي نفس العام ظهرت جريدة باللغة الفرنسية اسمها النهضة العربية، كما ظهرت جريدة أرمنية اسمها هاي ترين. مشاهدينا الأحبة، أهلا بكم في برنامج دوريات سوريا، وحلقة اليوم ستكون مع مجلة التراث العربي. متى تأسست مجلة التراث العربي وما الهدف من تأسيسها؟ تأسست مجلة التراث العربي في عام 79 و900 وألف، وصدر العدد الأول في الشهر في شهر تشرين الثاني من العام نفسه. طبعا الهدف من هذه المجلة هي أن تعنى بشؤون التراث وتهتم بكل ما له علاقة في الجانب التراثي من فكر وأدب وشعر وفن وثقافي وفي مختلف العلوم. وطبعا التراث أمر مهم جدا، من كل أمة من الأمم على وجه هذه البسيطة تفخر بتراثها، ونحن كأمة عربية أيضا علينا أن نتمسك وأن نعتز بهذا التراث، على الرغم من أنه توجد أصوات أحيانا وثمة خلاف حول التراث. فهناك للأسف الشديد في عصرنا من ينظر إلى التراث في أنه حالة غير صحيحة وليس لدينا تراث، وكأنهم ينظرون إلى أن كل من يتحدث عن التراث هو يعيش خارج العصر. وبرأيي هذا التيار أو أصحاب هذا الرأي هم مصابون بعمى البصر والبصيرة. وللأسف الشديد يعني الغرب نفسه يشهد بالتراث، يعني كلنا يذكر دانتي في رواية الجحيم عندما تأثر برسالة الغفران لأبي العلاء المعري وغيره كثيرون أيضا من يعني استندوا تكأوا على الحضارة العربية. وأذكر أن كتب التاريخ تذكر أن ملوك أوروبا كانوا يلتمسون أمراء العرب في الأندلس ليقبلوا أبنائهم ليتعلموا وينهلوا من معين ومن معرفة الأندلس. وبالتالي فالتراث يعني هو قول وسلوك إنساني، والتراث العربي أيضا هو مهم، وهو يعني يمكن القول في أنه القاسم المشترك بين أبناء المجتمع البشري. من هنا جاءت هذه المجلة، وهي مجلة علمية محكمة لأن تبقى يعني نبقى على صلة بماضينا. طبعا كما قلت هو التراث يعني يجب أن يعني نمعن النظر وأن نعيد قراءة تراث أمتنا العربية،
فالتراث منه ما هو الطالح ومنه ما هو الصالح، ويحتاج إلى يعني أن نكون موضوعيين في تناوله، وأن نتناوله بدراسة يعني علمية ومنهجية متجددة ندخل فيها إلى هذا العصر. لأن الأصالة لا تتحقق الأصالة إلا يعني بالدخول إلى الحداثة وإلى عصرنا الراهن. لماذا مجلة التراث العربي هي مجلة محكمة؟ وما الذي تضيفه صفة التحكيم لها؟ الذي تضيفه هذه الصفة كما نعرف المجلات غير المحكمة، يعني يرسل الباحث أو الكاتب بحثه إلى هذه المجلة وبالتالي يتم نشر هذا البحث. عندما نقول محكمة فهذا يعني أنها تخضع إلى تقويم من قبل الأكاديميين، ومن هم الأكاديميون؟ هم أساتذة الجامعة، الكل في مجال اختصاصه. فعندما يردنا إلى المجلة بحث في الأدب الجاهلي على سبيل المثال، نرسله إلى أساتذة مختصين في الأدب الجاهلي أو في مجال النحو أو اللغة أو فقه اللغة أو في الأدب الحديث أو في التاريخ أو في الفن في العمارة. طبعا نحن نعنى بكل شؤون يعني بضروب الفكر المختلفة من علمية وأدبية وثقافية وفنية، ومن هنا يعني دائما نحن نرسل هذه الموضوعات التي تردنا إلى محكمين. فإذا جاءت بالإيجاب على النشر نقوم بالنشر. في كثير من الأحيان يردنا من أحد الأساتذة المحكمين، أحدهم بالموافقة والآخر بعدم الموافقة، ففي هذه الحالة نرسلها إلى محكم ثالث، فإذا جاءت بالموافقة نقوم بنشر البحث، وإلا فنرفض هذا البحث ولا نقوم بنشره. وطبعا هناك شروط يعني موجودة، قد أحضرت لكم عددا من المجلة، هذه الشروط هناك 12 أو هناك 12 شرطا من شروط النشر معروفة، أن يكون هناك جدي وأصالي، وأن يخضع للمنهجية العلمية وللتوثيق كما هو شأن بقية المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعات السورية وبقية الجامعات. فمن هنا يعني تكون المجلة المحكمة مختلفة عن غيرها من المجلات العلمية غير المحكمة. مضمار التراث العربي مضمار واسع، كيف تناولته المجلة؟ هو دائما نحن ننظر أنه ينبغي أن يعني لا نأخذ موضوعات حداثية أو معاصرة، دائما نعود إلى ما قبل 100 سنة كحد أدنى. فكما قلت لك هناك مختصون وكل يتناول الموضوع الذي يعني هو يهتم به ويرى أنه من المفيد أن يعني يقدمه بثوب جديد بقالب جديد، يعتمد من خلال تناوله لهذا البحث الأساليب العلمية المعتمدة حاليا. وبالتالي فتريدنا موضوعات كما قلت لك، يعني لدينا نحن محاور في هذه المجلة مثلا، ونقوم بوضع عناوين لمحاور عدة في مجال النحو، في النقد الأدبي، في النقد القديم والنقد الحديث، دراسات تاريخية، دراسات أدبية، تناول لشعراء، لدينا يعني كثير من العناوين. هذه العناوين هي يعني من خلال هذه العناوين التي يتناولها الباحثون نكون نحن قد يعني المجلة حققت أو غطت الشيء الذي يجب أن تقوم به أو الأبحاث التي يجب أن تتناوله. أنا عندما أتحدث بالجانب التراثي هذا يعني أن أبقى على صلة بالماضي، ولكن هذا الماضي له علاقة بالحاضر. يعني أنا لا أعود إلى هذا التراث من قبيل المفاخرة أو التغني بهذا الماضي إطلاقا، أقوم به لأنه له صلة بالحاضر وبالواقع الذي نعيشه. فلابد من يعني هذا الباحث عندما يعني نكتشف نحن في موضوعات كثيرة أن سابقينا أو أجدادنا أو علماءنا أو مؤرخينا سبقونا في مجالات عدة، فهذا نسلط عليه الضوء ويكون عامل مساعد لنا في تناولنا لموضوعاتنا المعاصرة. بالتأكيد هناك ثمت علاقة وطيدي بين تراثنا وبين حاضرنا ومعاصرة. من يكتب في مجلة التراث العربي وكيف يتم الاستكتاب فيها؟
أنا على رأس هذه على رأس تحرير هذه المجلة من الشهر العاشر لعام 14 و2000، ومعظم الذين يكتبون أو في هذه المجلة فهم من أساتذة الجامعات، وليس من جامعاتنا العربية السورية، وإنما من جامعات عربية من الجزائر، من المغرب، من تونس، من مصر أحيانا، من اليمن، يعني من معظم الدول العربية. وبالتالي نحن يعني إذا ذهبنا إلى مصر على سبيل المثال، هناك دول كثيرة تأخذ من الباحث الذي يود أن ينشر في هذه المجلة العلمية المحكمة مبلغا 100 دولار أو 200 دولار، بينما نحن نعطي الكاتب الذي يكتب عندنا مبلغ، طبعا هو مبلغ رمزي لا يستحق الذكر، بحدود 10,000 أو 8,000 ليرة سورية. ولكن هذا إشارة إلى أننا ليس الهدف من هذه المجلة هو هدف مادي، وإنما الهدف هو الجانب العلمي والتركيز على الجانب التراثي في تراث أمتنا العربية. ونحن كما قلت لك نرسل ما يريدنا من مقالات إلى محكمين، وهؤلاء المحكمون أيضا يعني نصرف لهم تعويضا طبعا يعني يكاد أن يكون رمزيا بحدود 3,000 ليرة سورية للمحكم عن كل بحث من هذه البحوث. طبعا كنا سابقا يعني نستقبل أبحاث طلاب الدراسات العليا، طلاب الماجستير والدكتوراه في الجامعات، فوجدنا أن يعني الاقتصار أو يعني اتخذنا قرار في هيئة التحرير أن يعود هؤلاء الطلاب إلى مجلاتهم التخصصية في الجامعة. يعني طالب الأدب ينشر بحثه في مجلة الأداب والعلوم الإنسانية، وطالب الحقوق في مجلة الحقوق والهندسات وهكذا. أما يعني كي لا يعني يحصل نوع من اللبس أو نوع من الإشكال، مع أنه هناك بعض الآراء في التحرير أنه ما الذي يمنع، وناقشنا الأمر في قبل الآن الجلسة النهائية، فحصل نوع من التوافق على أن يمكن أن نقبل أبحاث هؤلاء الطلاب دراسات العليا بشرط أن يعني تقترن يعني يقترن هذا البحث بموافقة الأستاذ المشرف على هذا البحث، سواء إن كان أطروح الدكتوراه أو رسالة ماجستير. الاستمرارية أو الزمن له يعني أبعاد إيجابية كثيرة، فلا شك أعتقد أن أول رئيس تحرير لهذه المجلة كان الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي، وهو أستاذ كان في قسم الفلسفة في جامعة دمشق، ومعروف رجل، هو كاتب وفيلسوف ومفكر وعالم اجتماع. وتتالى يعني لم يرأس هذه المجلة كونها مجلة علمية محكمة إلا الأساتذة جامعيون يعني أكاديميون، وبالتالي أصبح لها يعني مريدوها وأصدقاؤها ودائما هم على صلة. ولكن نظرا لكثرة البحوث التي تردنا هناك أحيانا نتساءل في هذا الجانب، أننا لا ننشر للباحث الواحد أكثر من موضوع في السنة، لأن هي مجلة فصلية يعني يصدر لدينا 4 أعداد في العام، ومن هنا أحيانا يعني يعتب علينا بعض الأصدقاء المجلة، ولكن ضمن الواقع المتيسر نحن نبقى أو نبقي على هذه العلاقة الجيدة مع أصدقاء المجلة. ما معايير قبول المواد التي تنشر في مجلة التراث العربي، وما المحاور الرئيسية فيها؟ جدة البحث وأهمية البحث هي التي نأخذها بعين الاعتبار. يعني نحن في هيئة التحرير ندرس أحيانا التقارير الواردة إلينا من المحكمين، و يعني بالأهمية كيف أقول، ننظر نحن العناوين الواردة إلينا والظرف الذي نمر به. كثير من الموضوعات أحيانا تراثية تحاكي ما نعيشه في وقتنا الحاضر، فجدة البحث وأهميته وهي التي أحيانا تحتم علينا. وكما قلت هناك يعني عناوين شبه ثابتة في المجلة، الدراسات النقدية والبلاغية، اللغة والنحو، دراسات تاريخية تريدنا موضوعات مثلا عن التراث في فن العمارة. ولدينا مثلا إذا نظرت إلى هيئة التحرير الآن نجد طبيعة الأساتذة الذين هم أعضاء في هيئة التحرير، مثلا لدينا مثلا على سبيل المثال لدينا الأستاذ بديع اللحام عميد كلية الشريعة،
من أجل النظر في الموضوعات التي يعني لها طابع ديني. لدينا عميد كلية العمارة الدكتور أخوة فكوش، أستاذ بكلية التربية المجادل، دكتور رئيس قسم التاريخ على سبيل المثال، وبقية الأساتذة مدير التحرير وحضرتي، ولدينا الأستاذ دكتور وهب رومية أيضا، يعني إلى حد ما يعني هيئة التحرير تشمل إلى حد ما عدد من الاختصاصات، هي التي تنظر في هذه الموضوعات، ونقرر إحالة هذه الموضوعات إلى هذا المختص أو ذاك. محور الشباب لا أعتقد يعني المسألة عندما تتعلق بالجانب الفكري أو الجانب العلمي أو البحثي، فنحن لن يعني نتوقف عند عمر هذا الباحث، يعني ربما يرسل لنا باحث شاب موضوعا قد تعب عليه وقد يعني توسع فيه واستخدم المنهجية العلمية، بالعكس يعني نحن نرحب به ونقوم بنشره بعد تحكيمه طبعا وفق المعايير المعتمدة في المجلة. ولكن لا شك نحن يعني يشعر أحيانا أو أن الجانب المالي هو غير الرمزي كما ذكرت، أحيانا يكون عقبي أو يشكل هيك بعض الصعوبات التي تواجهنا، ولكن هذا الأمر نحن بطبيعة الظروف التي يمر بها قطرنا خاصة في هذه الحرب الكونية غير المسبوقة علينا، كله الأدباء والكتاب والأكاديميون يقدرون هذا الوضع ونعمل، يعني رغم كل هالظروف اللي مرت لم تتوقف المجلة في شهر من الشهور أو في عدد من الأعداد، فنحن ماضون في الاستمرار في إصدارها وعلى أن يعني نطور في هذه المجلة ونحسن في الموضوعات التي يعني تطرقها أو تنشرها. ما الصعوبات التي تواجهها مجلة التراث العربي وما الخطط المستقبلية لتطويرها؟ حقيقة ليس ثمة صعوبات يعني بما لكلمة الصعوبة من معنى، يعني أحيانا تريدنا موضوعات كثيرة ولكن نتيجة التحكيم في بعض الأحيان نجد أن أكثر من نصف الموضوعات غير قابلة أو غير موافق عليها للنشر، فهذا الأمر مثلا في السنوات السابقة اضطررنا لأن نرجئ يعني إصدار العدد في موعده أو في فصله، فكنا نقوم بإصدار عدد مزدوج بعد أن يعني تردنا موضوعات ويكون اكتمل يعني عدد، هي المجلة يجب أن تقع بحدود 200 صفحة وأقل من 200 صفحة، هذه الصعوبات تقريبا التي كانت تواجهنا إلى حد ما، بالإضافة إلى ظروف الكتاب والأكاديميون في هذه الظروف الصعبة التي مرينا بها. هذه الصعوبات يعني فقط لا يعني لا يمكن أن نطلق عليها أنها صعوبة، وكما قلت يعني هيئة التحرير هي دائمة التفكير في تطوير عمل المجلة، وفي قمنا بإصدار تعميم أيضا من الاتحاد إلى السيد وزير التعليم العالي وتعميمه إلى الجامعات الحكومية والخاصة، لأن هذه المجلة مجلة التراث العربي التي يصدرها الاتحاد، وطلبنا أن تعمم على الكليات والأقسام المختلفة، فنحن يعني أي موضوع تراثي نستقبله بأي توجه أو بأي تخصص كان، يعني لسنا مقتصرين على الجانب الأدبي أو اللغوي أو النحوي أو إلى آخره، فهذا الأمر يعني بيخضع للظروف العامة التي نحن نمر بها في هذه الأيام. طبعا تريدنا موضوعات من كل الجامعات السورية، من حلب، من لاذقية، من جامعة البحث بحمص، من جامعات عربية كما قلت لك، ونرسل أيضا الموضوعات إلى أساتذة في هذه الجامعات، لسنا فقط على مقتصرين في تحكيمنا على كلية الأداب بجامعة دمشق أو على كليات جامعة دمشق. فنتمنى أن يعني في المستقبل يكثر أو يعني تردنا موضوعات مهمة من الأخصائيين ومن المختصين ومن الأكاديميين في مختلف أنحاء قطرنا العربي السوري. لدينا على الشابق موقع إلكتروني، وهذه المجلة تصدر على هذه الشابكة، وكل إنسان يدخل على النت بمقدوره أن يطلع على الأبحاث المنشورة في هذه المجلة. مشاهدينا الأحبة، نستعرض إياكم
أهم محتويات عدد من أعداد مجلة التراث العربي. مجلة التراث العربي، في هذا العدد التراث العربي، العربية والمعاصرة، ملف خاص، علوم اللغة، رسالة ابن طفيل. مجلة فصلية محكمة، العدد 154، صيف 2019. في هذا العدد من مجلة التراث العربي، العربية والمعاصرة، الدكتور علي دياب. ملف العدد علوم اللغة، إعداد وتقديم الأستاذ الدكتور محمد عطا موعد، تقديم مدير التحرير. من سحر الربط في القرآن الكريم، الأستاذ الدكتور محمد عطا موعد. اللحن اللغوي في ميزان النقد، سناء الريس. الأداء والتنغيم في الحفظ والتفهيم، لسانيا وتراثيا، الدكتورة أسماء ياسين رزق. التأصيل اللغوي للمفردات الإسلامية عند علماء العرب الأوائل، الدكتورة منى طعنة. النحو والأصول العقلية، الدكتور يوسف العمر. باب الأدب والنقد، رسالة ابن طفيل، حي بن يقظان. في دائرة الأدب العالمي، الأستاذ الدكتور عبد النبي أصطيف. فلسفة الأدب، الأستاذ الدكتور محمد شحادة. باب التاريخ الحضاري، السبق العربي الإسلامي في علم الشفرة والتشفير، علم التعمية واستخراج المعمى، الأستاذ الدكتور عمار النهر. مشاهدينا، مجلة التراث العربي مجلة تجمع بين المعاصرة والأصالة. إنها تؤمن بأن البحث التراثي هو بحث متجدد متواصل، وهو بحث تراكمي يصل التراث بالمعاصرة، حيث يأخذ البحث المعاصر من تراثنا ما يتناسب معه ومع لغتنا وعصرنا. وهي تؤمن أن العيش في الحاضر يلزمه التخطيط للمستقبل من أجل أن نرسم للأجيال القادمة ملامح خطاها نحو المستقبل. نلتقي بكم في حلقة قادمة من برنامج دوريات سورية مع اسم آخر ونتاج جديد من المجلات الصادرة في سوريا. إلى اللقاء.